الملف الطبي الموحد، برنامج انتخابي لا يقل تكراراً عن ملف التأمين الطبي في تصريحات وزراء الصحة في السعودية. يقوم هذا الملف بتوحيد السجل الصحي التاريخي للمراجع بين مستشفيات وزارة الصحة. قبل 10 أعوام وتحديداً في العام 2009 أعلن الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة آنذاك قراراً بتشكيل لجنة استشارية لتقنية المعلومات، وكان من أهم أعمال هذه اللجنة إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد. في العام 2015 أعلنت وزارة الصحة عن تدشين الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة آنذاك الملف الصحي الإلكتروني المشترك من خلال المجلس الصحي السعودي. العام 2016 خبر عنوانه الرئيس: الصحة تستعد لتطوير خدماتها الإلكترونية للوصول إلى الملف الصحي الموحد. خبر بتوقيع وزير الصحة آنذاك المهندس خالد الفالح، والذي أعلن عن إطلاق برنامج الصحة الإلكترونية صحتك، والذي سيصل بعد اكتماله للملف الصحي الموحد. في ذات العام أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن من أبرز الأهداف الرئيسية للوزارة وجود ملف صحي موحد لكل مواطن ومقيم يحتوي على تاريخه الصحي. يعني يوجد فيه جميع معلوماته، ويوجد فيه جميع الخدمات اللي قدمت عليه، التاريخ الأمراض التي لدي، أي أشعة أو اختبارات عملها موجودة، فهذا بالتأكيد تزيد كفاءة العمل وزيد الإنتاجية. في مايو 2017 أعلنت الوزارة عن بدء منظومة الصحة في تنفيذ مبادرة الصحة الإلكترونية. مارس 2018 أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن قرب الانتهاء رسمياً من الملف الصحي الموحد للمرضى، وأن التشغيل التجريبي للبرنامج سيبدأ بعد 14 شهراً. رغم الثورة التقنية التي تعيشها السعودية خلال الفترة الماضية وتطور القطاعات الحكومية إلكترونياً، إلا أن ملف السجل الصحي المشترك لا يزال يسير ببطء طوال هذه الأعوام. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، جدة.